المحافظ كشخص وكإنسان إنسان محترم جدا وعلاقتي به طيبة جدا، ولكن أنا أنتقد الأداء، والأداء لا يتحمله فقط المحافظ، كل الدوائر اللي يعني المحافظ شو يقدر يسوي للصحة؟ صحيح ولا لا؟ شو يقدر يسوي للبلدية؟ يقدر يأثر في المتابعة، ولكن حقيقة الشك كبير والرقعة صغيرة. فأني من دا أقول الأخ المحافظ بالعكس إنسان محترم طيب، وهو اللي غير مجرى أو كان له دور كبير في إعادة الثقة ما بين الأجهزة العسكرية والأمنية والمواطن في الموصل، لأن تعامل عندما كان قائد عمليات تعامل إنساني رائع، وكانوا أهل الموصل يحلمون يشوفون ضابط يتكلم معهم برتبة ملازم، بينما هو قائد عمليات كان في الشوارع وكان له دور كبير في إعادة الثقة ما بين المواطن. لكن الأداء بمستوى التخصيصات وأداء الدوائر لا، أكو ملاحظات.